مخ عارفين صحتها انها مش ممكن تبقى متردده. امال اللي حصل ده ايه بالظبط؟ اصول اصول وهي الاصول اللي انا متردد يا زكي باسع. احنا ما طلبناش ولا حاجه، الراجل بتاعك قال اهلا وسهلا، واهلا وسهلا في عرف الناس يعني اهلا وسهلا يعني اتفضلوا، وده واجبه علينا. لكن بقى حكايه العزا دي، العزا ده ليه اصول عندهم هناك في الصعيد، واحنا جينا بمزاجنا مش صفوه بيه هو السبب. يبقى بتلوموا خالد ليه؟ كل احلامك اتدفنت النهارده. عايزين الدنيا بعد كده سبت. مش حق صفوت ازاي يقول الناس ان احنا بناخد العزاء؟ ما تزعليش من صفوت يا رفت، ما انت عارفاه كويس، هو ظاهر انه كل ما بيكبر بيلغي دماغه اكتر. انا قلت له فهمته ان احنا مش هنقبل العزا في عصام الله يرحمه الا لما نعرف مين اللي عمل عمليه السودة دي وياخد جزاؤه. طب ما جايز يكون عمل كده علشان العزا اللي حصل بعد جنازه حسام الله يرحمه. ده بروتوكول يا خالد. سعد كان وزير، ما ينفعش الجنازه فيها شخصيات سياسيه من وزن تقيل نقول لهم مفيش عزا عشان من عوايد اهل الصعيد، ما ياخدوش العزا الا بعد ما ياخدوا طهرهم. حامل حسام كان عارف؟ عارف شل يوم الحفل بل هالشي يفرح، وانا كمان بلحقتش افرح معايا باللي جاي. انتي لازم تتعلمي من حكمة ربنا، قبل ما يختار حسام زرع جواكي حتة منه. يا ريتني منعته، يا ريتني رحت معاه. انت يا نجوى حبيبتي انت، ده كله مكتوب. سعد لو راح البيت لازم يبقى تحت رعايه غير عاديه، لا مرش عليه شهر، والبيت مهما كان مش زي المستشفى. حضرتك صديق مقرب يا سعد، سواء في الوزاره او عائليا، وعارف قد ايه هو عنيد وصعب يرجع عن قرار اخده. انا على العموم عليا ان انا ابلغ السلطات الامنيه باتخاذ اللازم، ومن ناحيتنا هنعمل كل اللي علينا نعمله. يلا حمل نفسك العربيه، يلا حمل كوبايه يا حمل. يلا يا اخوانا يا بعد يا بالراحه خلاص يا ابني، يا ابني اعمل نفسك يا ابني. يلا اوكي يا بعض يا
فندم. من دي المستشفى اللي فيها سياده الوزير سعد الدين؟ ايوه هذه المستشفى اللي كان فيها سياده الوزير السيد سعد الدين. لكن دلوقتي خلاص ليه؟ حصل له حاجه؟ لا يا عم، هو اتنى الاصل بتاعه عشان يكمل علاجه. طب متشكره قوي، تحت امرك يا عم. على اذن حضرتك اتفضلي يا فندم، اتفضلي. يلا وصل يعني بتك على طول هنا. يلا يا اخوانا، يلا يا باشا. مكتب سعاده الوزير عايز حضرتك على التليفون يا باشا. طب ماشي، يلا يا حاج، يلا يا اخوانا اعملوا مهم. تمام يا فندم، معاك ليه وتطاوي. كله تمام سعادتك يا فندم، جاري جمع المتاريس وهنغادر الموقع فورا. على فين يا فندم؟ جاري يا فندم، وارجو تبليغ السيد الوزير احلامه وامر يا فندم. تحت امر سعادتك يا فندم. بلغ امن القوه ان احنا هنحمل المتاريس ونطلع على قصر سعد بن الدالي، فاهم؟ حاضر يا باشا، حاضر. عديها على خير يا رب. حضرتك عايز حاجه تانيه مني؟ طيب انا اذن حضرتك. الجبل بيتهد يا سعد، قعدت تبني وترمي الاساس وفي الاخر طلع الاساس مخوخ. كنت فاكر روح الجبل يعلى يوم عن يوم، اتدري الفيران عمال اتقرقر في قدورك. فاضي ايه يا سعد؟ ايه اللي فاضي؟ هتندب كيف الولايه يا سعد؟ الفارس المنحوت من الصخر هيوقع من على فرسه ويتكسر 100 حته عشان امتحان صعب. وايه يعني؟ وحسام حسام مات راجل، عمره انتهى. بس انت حلمك ما انتهاش. ايه الفايده؟ راجع حساباتك يا سعد. اللي عمل العمله دي ضربه منها ايه؟ فكر. وانت تعرف، حتى لو عرفت حسام عمره ما هيرجع تاني. بس باسم موجود، ألفت ورضه وربه، سعد الدالي نفسه موجود. اعرف مين يا سعد؟ لما تعرفه لازم العالم كله يشوف جزاؤه هيبقى ايه على ايديك. ديه سعد الدالي اللي اعرفه. وبعدين ارجع نصفي كل حاجه هنا وناخد الولاد وننزل على مصر، لكن لو جيتي معايا هتلخبطيني وتضيعي الوقت على الفاضي. حاضر يا سعد، اللي تشوفه، بس اول ما توصل كلمني عشان اطمن عليك، ولما تعرف كانوا عايزينك في ايه بقى كلمني عشان افرح. كده هغرم مكالمتين. ماشي، مش عايز حاجه تانيه؟ خلي بالك من نفسك. وانت خلي بالك من الولاد لما يصحوا بزومي. اما انا هاجي معاك اوصلك. ما ينفعش كده، الطياره اللي انا لقيت عليها مكان بالعافيه هتضيع مني. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامة حبيبي. يلا سلامة سعد الدين. الله يسلمك. هو انتوا بالظبط كده؟ اتفضل معانا. ثانية واحدة يا حاج. اتفضل. هاتوا شنطته مع عربيه. حاضر يا فندم. احنا رايحين فين؟ مش طريق القصر الجمهوري ولا طريق بيت الريس.
بس عايز اعرف رايحين فين. لو سمحت. نعم. اكيد في غلط. رئاسة الجمهورية هي اللي طلبتني. الشنطة هتاخدها وانت خارج. طب ممكن اخد السجاير؟ اه اتفضل. شكرا.